صدر منذ قليل من حرس المنشآت النفطية ومن قبل حرس المنشآت النفطية بالسماح للشركات باستئناف عملها واستئناف تصدير النفط من الحقول النفطية. مشهد تراتبي عسكري، أوامر صارمة من القيادة العامة تؤكد على الجاهزية التامة للقوات المسلحة لتنفيذ أي أوامر تصدر لها من القائد العام للقوات المسلحة على خلاف ما يحدث في المنطقة الغربية. نعم أحمد، ربما هذا واضح وجلي. بعد إعلان القائد العام شهدنا الإعلانات تتوالى والاستهجانات والبيانات من بعض الشخصيات المحسوبة على المجلس الرئاسي وبعض المستفيدين من المجلس أو من الفوضى التي الحادثة الآن في العاصمة طرابلس. شهدنا كثيرا هذا التخبط بعد قليل أو على تمام الساعة الثالثة سوف يكون هناك بيان لنائب ما يعرف برئيس المجلس الرئاسي أحمد المعيتيق، سوف يأتي ببيان اليوم الساعة الثالثة. أيضا لاحظنا حتى البيان الخارج عن مصرف ليبيا المركزي والذي أصدره الكبير، هناك تخبط لربما الصفحات المستفيدين من الفوضى في طرابلس الآن تهاجم بعض البعض، هذا إن دل على تخبط الحادث في العاصمة طرابلس. أما إذا تحدثنا عن التعليمات القائد العام التي وجهت مباشرة إلى أمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة اللواء ناجي المغربي، على الفور أصدرت التعليمات، أعطى اللواء ناجي المغربي التعليمات لكافة المشغلين المتواجدين في الحقول والموانئ النفطية بالبدء في إنتاج وتصدير النفط. أيضا أحمد، لربما الحديث الأبرز والأهم هو انخفاض سعر الدولار منذ قليل، وأيضا هناك حدث آخر وهو انخفاض سعر الليرة التركية حتى وصل إلى 7.56 أمام الدولار. هذا مما يجعل تركيا في موقف صعب. ما لاحظناه هو استجداء لتركيا لفرنسا، وأيضا حتى هناك من ترسل تركيا لوسطات مع مصر، وخصوصا بعد ما تتعرض إليه هذه الأيام من خسارة اقتصادية نتيجة إلى لتصرفات غير مدروسة، وذلك بوضع أمام عينها القوات المسلحة وتحدي الشعب الليبي. هذا سلبا على العلاقات التركية مع أوروبا وحتى مع دول الإقليم وحتى مع دول الجوار في ليبيا. نعم، هناك من تحدث أيضا عن هذا البيان بأنه صفعة لتركيا مباشرة بمحاولتها التقدم نحو مناطق سرت والجفرة والسيطرة على الحقول النفطية، بهذا لن يكون هناك تواجد تركي ربما في هذه المناطق وهي لليبيين فقط، والتواجد سيكون للقوات المسلحة، يعني قوات ليبية صرفة هي من تؤمن إنتاج تصدير النفط أو استئناف تصدير النفط. سنتابع معك رجب بليبلو مراسلنا في مدينة سرت أبرز محطات إنتاج تصدير النفط والحقول النفطية والوضع الأمني في مدينة سرت وما حولها وما جاورها أيضا من مدن وقرى. على كل حال أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا عبر الهواء مباشرة من مدينة سرت، رجب بليبلو مفدنا إلى المدينة. مشاهدين